السلام عليكم عشران، صافا بخير، تتمنى من الله تكونوا على خير وبخير. تحية ودادية لجميع أنصار الوداد، توحشكم كاملين بواحد بواحد، نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير. المهم اليوم كاين فلوق جديد على الماتش ديال الوداد والفتح، تتمنوا 3 بوان ونحتفظوا بالصدارة ومبروك عندنا بطولة الخريف وإن شاء الله بطولة في الآخر العام تكون بطولة. تحياتي لكم واحد واحد وإن شاء الله الماتش يوم 3 بوان كما قلت لكم، وديما وداد وخليكم مع الفلوق حتى الآخر يلاه. احنا المهم قربنا التيران، ها أنتم الأجواء عرفتي توصل التيران تبوليش تشدك تنوجدوك لاكارت خويا ديما. المهم نوجدو لاكارت ديالنا وتنقول لكم واحد الحاجة، أحسن حاجة تصايب لاكارت ديالك تمشي تجي تيبقى الماتش 5 دقايق تدخل التيران عادي، ما كاين لا مشاكل لا قلب على ورقة لا والو. وتنتمنى جماهير الوداد يصيبوا لاكارت ديالهم ويدخلوا بلا مشاكل بلا صداع، يجي حتى لآخر لحظة ويدخل التيران عادي، أحسن حاجة. وديما ويداد المهم كما تشوفوا واخا برمجة دارو لنا الماتش مع 5 واليوم الاثنين، معليش المهم كاين الجمهور ان شاء الله 3 بوان. تنشكر الجمهور الرجال شحال من واحد دخلت من الخدمه من المدرسه المهم باش يسيبورتي الفرقه، وحنا ديما مع الفرقه في السراء والضراء وخا يلعبونا مع الفجر غنفيكسيو الباش وضروري نحضرو. وديما وداد 3 بوان هي اهم حاجه والبطوله 21. ماتش صراحة كرومتر ماشي غير والو في هذا البيت، نتمناو 3 بوان ونفرحوا الجمهور وخا الشميشة حارة، مسؤولين الله يهديهم وصافي 3 بوان إن شاء الله 1-0. Oh,
مشو سالت برميطة بواحد زيرو برميطة ما فيها والو لا محاولات لا والو بجوج هم ناقصين مع هاد الجو مع هاد الشميشة مع هاد الحرارة مع هاد اثنين ما عرفناش البرمجة كيفاش داروا التوقيت المهم برميطة سالت 1-0 تنتمناو يحافظوا على النتيجة ويزيدونا بيوتا و 3 بوان هو أهم حاجة وديما وداد خليكم تدوز الميطة أصعب حاجة هو تكون ماتش في يدك وتتمنيك في اللعب وفي الأخير تضربوك البيت تلاتة 84 يضربوك التعادل قلب دابا على الثاني تتمنى اللعابة يترجلوا معنا ويبقاو هاد الماتش لأن بحال هاد الماتشات هما اللي ساهلين هما اللي تيعطوك البطولة المهم سير الماتش كيمشي واحد لواحد ماتش ميت كي جاك الماتش خويا قهرونا قتلونا لا اله الا الله محمد رسول الله لكن هذا اللعب اللي غادي نبيع راه ما كاين لا بطوله لا تشامبيونز ليغ لا حتى شي حاجه الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم واخا زعما يلاه المدرب جديد وباقي بزاف ديال الحوايج المدرب جديد اخويا كاتبه لي نفس الخطه نفس اللعابه اللي كيلعبوا نفس الخطه نفس اي حاجه فهمتي حنا بغينا نشوفوا اللعابه الجداد اللي يلاه جاي ليلى لا وقيله مع الغياب تاع بديع اوك والحداد المقابله بنت بحال هكا ونتمنوا الخير نتمنوا الخير ان شاء الله باذن الله ان شاء الله تروح ان شاء الله بطوله عندك اخويا عمر المهم كيما شفتوا المسار بواحد لواحد كنا رابحين بواحد حتى الاخر تماركنا بالتعادل ماتش من اضعف الماتشات اللي دوزت الوداد هذا العام يعني كنا ربحوا 3 بوان كنت غادي يعني غنحطموا السكور وغنكونوا بخير غادي مزيان في البطوله المهم نقيطه مرضاتنا وهاد البرمجه حتى هي اللي درنا الماتش مع 5 د العشيه وفهاد الحراره المهم في نهار ديال الخدمه يعني اثنين ذكري قاري كيخدام المهم تتمنى المسؤولين ان يتفهموا الحاله ديال الجمهور ويخلوا ان الجمهور باش يجي يتفرج في الماتشات يديروا شي اوقات اللي يكون مناسب للجمهور ما عندنا ما نديرو هادي هي الكرة باقا الشامبيونز ليغ باقا البطولة طويلة ديما وداد ديما حمراء ديما الله يحفظك خويا ديما وداد المهم تنتمناو اللعابة يترجلو معنا كاين الشامبيونز ليغ باقا البطولة طويلة هاد الماتش نتمناو ينسيونا فيه ويدونا البطولة 21 هادي اللي تنتمناو تنتمنى هاد الفلوق يعجبكم تنشكر الناس اللي تيساندوني تيصيفطو لي ميساجات الناس اللي عجبهم هاد الفلوق يبارطاجيو مع صحابهم الناس جداد مرحبا بكم معايا اللي بغى يشوف ستوريات في الانستغرام ديالي الجديد راه يدخل عندي مرحبا به وديما وليد حنا ديما مع الوداد السراء والضراء وتنتمنى من اللعابه يترجوا معنا تحياتي لكم واحد واحد يلاه خليكم حتى الفلوق الجاي تهلاو ليا فراسي